دلوقتي كمان معانا يعني النهارده الكابتن محمد يوسف نشر على حسابه الرسمي على الفيسبوك، اتكلم عن ذكرى مباراه النادي الاهلي والزمالك دي كانت في 2013 اللي كانت زي النهارده، وكانت المباراه في دور الثمانيه من الدوري ابطال افريقيا وانتهت 4-2 لصالح النادي الاهلي. البطولة ديت أو السنة دي اللي توج فيها النادي الأهلي بعد ما فاز في النهائي على أورلاندو بايرست الجنوب أفريقي بهدفين دون رد. طبعا معانا الكابتن الكبير الكابتن محمد يوسف نجم النادي الأهلي ونجم يعني والمدير الفني للنادي الأهلي في البطولة اللي أعتقد يا كابتن محمد من أعز البطولات ليك على مستوى التدريبي أكيد، والنهاردة ذكرى بنقول لك مبروك على بطولة أفريقيا 2013. مساء الفل يا كابتن محمد. الفل، مساء الفل يا كابتن هاني، بمسي عليك طبعا وبمسي على الايام. ازيك يا كابتن؟ واهلا وسهلا بيك، واهلا اهلا. انا سعيد والله ان معاكم النهارده، وفعلا النهارده كان 15 سبتمبر 2013 كانت مباراه، اهم مباراه عندنا كانت في دوري المجموعات عشان تتاهل، كان هي هذه المباراه، لان طبعا كان اورلاندو بايرتس متصدرين المجموعه، وفعلا كانت مباراة صعبة جدا مع طبعا يعني منافس نادي الزمالك، كان في الوقت ده برضو كان هو ليه حظوظ انه ممكن يكمل يعني. صحيح. ايه الموقف يا كابتن محمد؟ ايه اللي قلب المجريات لصالحك؟ المباراة دي هي اللي دخلتنا يعني صعدنا رسمي بالفوز بالثلاث نقاط في هذه المباراة. المباراة كانت في ملعب الجونة، وكان قدام طبعا زي ما قلت لكم منافس قوي جدا نادي الزمالك. وكنتوا في رمضان؟ لا دي ما كانش في رمضان، دي هي اللي كانت في رمضان. المباراة الأولى 1-1 هي اللي كانت في رمضان. المباراة دي كانت ما كانتش في رمضان. بس طبعا نادي الزمالك اتقدم علينا بهدف أول 4 دقايق عمر جابر، ثم بعد ذلك اتعادلنا بهدف من تسديدة قوية جدا لوليد سليمان، ثم بعد ذلك أحمد عبد الظاهر أحرز الهدف الثاني. خرجنا الشوط الأول 2-1، وبعد كده الشوط الثاني اضاف بقى ابو تريكه الهدف الثالث واحمد فتحي الهدف الرابع. رسميا صعدنا يعني صعدنا من دوري المجموعات بالفوز بهذه المباراه، وكان رصيدنا 9 نقاط. كان يتبقى مباراه لينا مع اورلاندو بايرت لو تعادلنا فيها نصعد اول، لو خسرنا نصعد ثاني ورا اورلاندو بايرت. اورلاندو بايرت كان ضمن الصعود خلاص يعني، بنكسب اليوبار الكونغولي وصعد رسميا. فالنهارده طبعا ذكرى جميله جدا، ذكرى جميله ليك يا كابتن. وكمان زي ما بنقول هي دي ساعات بيبقى فيه، وانت عارف كمدير فني ان في مباراه بتحسسك ان انت لا دي طريق البطوله، حتى لو كانت في دور الثمانيه قبل النهائي بتحس ان انت خلاص ان انت رايح ان كسبت الماتش ده، فانت خلاص حاسس ان ديت مباراه البطوله. انا سميت بقى فعلا يعني كلامك صح بلغه الكوره، وانت عارف سميت ريحه البطوله بعد المباراه. صحيح. لما كسبنا 4-2 والمباراه دي كمان كنا ممكن نضعف الاهداف، لان نادي الزمالك خرج بره السيستم خالص، وخرج بره النظام خالص بعد الهدف الرابع بتاعنا، كانت 4-1، فكانت دفاعاته مفتوحه، التمركزات بتاعتهم اوت اوف بوزيشن كلهم. فيوميها انا فاكر لعبت دومينيك، رحت حطه عشان سرعاته، ودي التعليمات لابو تريكا كمان ان هو يحط له الكوره ورا فتح الله وورا الديفنس بتاع نادي الزمالك، لكن هو راح بانفرادين ما قدرش يستثمرهم، كانت ممكن تتضاعف النتيجه. صحيح صحيح. وزي ما انت قلت بلغه الكوره يعني، انت مدرب برضه وعندك فريق كبير جدا، الواحد شم ريحه البطوله بعد الفوز بهذه المباراه. بدأ عارف يعني، حسيت ان هي دي خلاص هتبدا تيجي بقى. صحيح صحيح صحيح. ده طبعا من البطولات الغاليه عليك وعلى النادي الاهلي طبعا بشكل كبير يا كابتن محمد، وانت دايما من ابناء النادي الاهلي المخلصين جدا جدا، وانا عارف ان البطوله دي غاليه عليك جدا يعني، وغاليه كمان على النادي الاهلي طبعا، جمهور النادي الاهلي. صحيح. لان اضفنا البطوله الثامنه، وفي نفس الوقت كمان كان الوقت ده هاني كان الدنيا صعبة جدا، ما كانش في ملاعب، ما كانش في دوري، السبونسرز ما كانوش، كان طبعا نتيجة إلغاء الدوري في التاريخ، كان برضو
يعني كان في صعوبات كتيره جدا وملاعب برضو كانت صعبه جدا. ما هو ده كابتن محمد اللي كمان بيحلي يعني البطوله حلوه لكن بيحليها اكتر ويخليها عزيزه اكتر الصعوبات اللي مرت على النادي الاهلي وعليك. فبنقول لك مبروك مبروك يا كابتن محمد، مبروك وان شاء الله كده كل سنه وانت تفتكر يا كابتن محمد. بالظبط كل سنه وانت طيب ونفتكر وان شاء الله باذن الله بقى تبقى التاسعه اللي جايه ان شاء الله يا كابتن محمد.